فريقنا، وهو ان النادي الاهلي بيواصل تدريباته استعدادا لمواجهه اسوان في الدوري بكره باذن الرحمن. بالمناسبه الفريق ابتدى يستأنف تدريباته تاني يوم مباراه الانتاج الحربي مباشره، طبعا دي المباراه اللي انتهت بالتعادل 1-1. يعني يا جماعه ما استريحوش، المران كان عباره عن تمرين استشفائي وجلسات في الجيم لكل اللاعبين اللي شاركوا في المباراه، وتقسيمه وتدريبات قويه لكل اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراه. نروح بعد كده بقى لوزارة الشباب والرياضة، وده خبر خاص.